السلام عليكم شباب. اليوم راح ناخذ تشابتر 4 والجزء الاول من عنده، وهذا التشابتر يتعلق بطرق تقييم المشاريع او ما يسمى باسم الجدول الاقتصاديه Project Evaluations Method. هذه المحاضره راح نتطرق الى تقييم المشروع عن طريق ما يسمى فقط بطريقه النت بريزنت فاليو. راح نتطرق فقط في هذه المحاضره هي طريقة النت بريزنت فاليو أو تسمى الـ NPV، أي في حالة وجود profit or not. وبالتالي رح ناخذ حالتين، حالة single investment وحالة multiple investments، أي في حالة تقييم مشروع واحد أو تقييم عدة مشاريع. القاعدة العامة أو decision rule أو investment decision rule اللي رح نستخدمها إنه إذا كانت قيمة النت بريزنت فاليو اللي هي الـ NPV النهائية أو المستحصلة positive، وكانت قيمة الـ actual I بالنسبة إلي اللي موجودة عندي هي أكبر من الـ MARR، فإذا المشروع هو acceptable أو profitable، وبالتالي ممكن للمستثمر أن يأخذ هذا المشروع ويمضي فيه. أما إذا كانت قيمة الـ MPV سالبة وكانت I أصغر من MARR فراح يكون non acceptable، وإذا كانت الـ MPV تساوي صفر وكانت قيمة I تقريبا تساوي الـ MAR اللي هي الـ actual minimum acceptable RR اللي هي ROR، فهذا indicate بأن المشروع راح يربح بحالة ربح، ولكن هذا الربح راح يكون فقط عند قيمة الـ MARR فقط، لأن قيمة الـ I مساوية إلى الـ MARR يعني عند الحد الأدنى. الآن أجي أخذ المثال example 4-1 وأشوف في حالة single investment إذا كان هذا investment is good or not good. فنعطيني في مخطط التدفق النقدي قيمة present value سالب 1000، وعندي عند السنة الأولى 500، الثانية 600، الثالثة 700، الرابعة 800، والخامسة 900. والمطلوب تقييم هذا المشروع إذا كانت قيمة الـ MARR المعطاة لهذه الشركة هي أو لهذا المستثمر بمقدار 10%، وطالب التقييم هو ذا يجب أن يذكر لنا نوع التقييم، طالب نوع التقييم أو حساب الجدول الاقتصادية باستخدام طريقة الـ Net Present Value. Solution، طبعا نقدر نحل هذا السؤال بأكثر من طريقة. عندي طريقة استخدام البريزنت مع انيمال او طريقة البريزنت بوجود الفيوتشر، اي طريقة انتو تشوفوها سهلة بالنسبة لكم ممكن تحلون فيها. الان عندي الحل رقم 1 هو كيف ان احسب البريزنت فاليو، بعض الاحيان تسمى البريزنت وورث في بعض المصادر او في بعض الكتب. الان انا ارسم مخطط الدفق النقدي بشكل واضح واعرف بانه المبلغ الموضوع اللي هو اللي يسمى الانيشيال فاليو او الانيشيال انفستمنت هو سالب $1000، اي بمعنى هذا ما تم دفعه ايرادات اللي هي 500 600 700 800 الى 900. لاحظ هنا هي عباره عن جريدينت، فاقدر احل السؤال بطريقه الانيوال اند جريدينت. فنلاحظ هنا في هذا المثال بانه 500 ممكن اطلعها من خلال الدفوعات من سنه 1 الى سنه 5، فتصبح هذه قيمه الانيوال بالنسبه لي اي تساوي 500، وممكن من السنه الثانيه راح يكون عندي 100، هنا عندي 200، هنا راح يكون عندي 300، هنا عندي 400 بالنسبة إلى قيم G، 2G، 3G، 4G. الآن أجي أشوف أنه قيمة البي حسب ما معطى في السؤال هي $1000، الـ MAR هي 10% وقيمة N تساوي 5. الآن أجي أحسب الـ MPV هي عبارة عن مجموع كل الـ Presents في مخطط التدفق النقدي، فأكتب MPV عند الـ MAR اللي هي 10% المعطاة المبالغ اللي موجودة، أي بمعنى يجب أن أعمل موازنة أو معادلة تتضمن قيم النفقات مع قيم الإيرادات، هذه تمثل لي نفقة وهذه تمثل لي إيرادات، وبالتالي راح أكتب سالب $1000 زائدا قيمة $500 راح تمثل لي هنا بيز بايمنت وخذيتها باسم أي تساوي $500، وراح أطلع البي بوجود الأي 10% إلى 5 سنوات، إلها $100 اللي تمثل لي قيم الجي اللي راح تكون هنا 100 200 300 400، وتبدأ من السنة الثانية تبعد بمقدار سنتين عن البريزنت فاليو، فإذا أقدر أطبق الفورمولا الخاصة بالبي بي وجود الجي مباشرة، أو إذا أنا عندي جداول لقيم 10% 5% لحالة بي وجود الجي ممكن أن أستخرجها وممكن أطلع قيمة البي بي وجود الجي. الآن أجمع هذه القيم
بالنسبة للموجب تجمع مع بعض وتطرح من قيمة $1000 راح ألقى المبلغ أو الناتج النهائي موجب وهو $1582، فإذا هو هذا يعتبر بالنسبة لي بروفيت ربح طالما كان موجب، وقيمة الـ MARR هي تساوي الـ I، فبالتالي أنا واصل إلى الحد الأدنى. ربما يعطيك قيمة I لحالتين، مرة لـ10% ومرة لي على سبيل المثال لـ5% ويطلب المقارنة. الآن أجي بالنسبة إلى السليوشن الثاني، ممكن أنا أطبق مباشرة الفورمولا الخاصة بالبريزنت بوجود فيوتشر، لذلك هم أحصل على نفس المبلغ الـ MPV هو 1582، وطالما الـ MPV موجب فإذا المشروع acceptable أو profitable. هنا رح ناخذ مثال example 4.2 واستخدم طريقة الإكوفيلنت ميثود واستخدام الـ MPV أو ما تسمى طريقة الـ Present Value. ونعطيني في هذا المثال على سبيل المثال الـ MAR 10% أيضا كالمثال السابق، ولكن راح نشوف هنا النتائج شوية مختلفة في تحديد الجدوى الاقتصادية أو من خلال التقييم. ونعطيني الـ Initial Investment بمقدار $1000، فأقول Initial Capital $1، الـ MAR بالسؤال هي 10%، ونعطيني إيرادات مختلفة بالنسبة إلى هذا المشروع تبدأ من السنة الأولى بـ 150، ومن ثم السنة الثانية 200، ثم 250، ثم 300، ثم 350. فبالتأكيد من ألاحظ هذه القيم مقارنة بالمثال example 4.1، التقييم يقول أنه أكيد المشروع project 1، تقييم المشروع example 4.1 هو أفضل من تقييم المشروع في 4.2 طالما القيم هي كإيرادات أعلى بالقيم الموجبة، أعلى من قيمة الإيرادات الموجودة في المثال الثاني هذا. الآن أجي أشوف initial ألف، MAR 10، الآن 5، قيمة الانيوال أقدر أطلعها هنا 150، وبالتالي القيمة الجي رح تصير قيمتها 50، لأن هذا رح يصير 200 ناقصا 150 ف50. الآن أجي بالنسبة إلى المطلوب إلي فايد MPV رح أحسبها، أنه عندي النفقات هي سالب $1000 وأجمعها مع 150 إما بطريقة الفيرست بوجود البريزنت بوجود الفيوتشر، أو بطريقة البي بوجود الأي أو بي بوجود الجي. أنا رح أستخدم البي بوجود الأي وحقول 150 حالة الحساب البريزنت بوجود أي اللي مقدارها 150 لخمس سنوات و10%، ثم 50 مضروبة في البي بوجود الجي 10% لخمس سنوات، كون انه هذه الجي تبدأ بالسنة الثانية. راح اشوف قيمة الـ MPV هي سالب 88، وطالما الـ MPV هي سالبة فبالتالي راح اقول انه هذا not good investment، لانه هذا يمثل لي خسارة، بمعنى قيمة الانفاق هو اعلى بكثير من قيمة الإيرادات بوجود فائدة MAR بمقدار 10%، وبالتالي هذا المشروع doing nothing يطلق عليه باسم أنه هذا الانفستر will choose to do nothing with $1000 عند لما تكون البريزنت $1000، لا يستطيع المستثمر أن يحقق أي ربح من خلال هذا المشروع.